المحاضرة الثالثة لمادة حاسبات آلية كلية التعليم الصناعي، الفرقة الثانية كهرباء والإلكترونيات. طيب تعالى دلوقتي نتعرض للبرمجة. فإحنا بندرس أساسيات البرمجة. لسه أنت عشان تكتب كود بالفيجوال بيزك أو بالبايثون أو بالسي، ماشي، في الأول أساسيات بتتعلمها بطريقة لا تعتمد على أي لغة برمجة. فإحنا دلوقتي هنتعرض لهذه الأساسيات لعل الأمور تبقى واضحة وبسيطة، وبعد كده بقى اللي أنت اتعلمته ده بتطبقه على أي لغة برمجة بتلاقي الأمور بقت سهلة. ماشي، احنا عندنا لغات البرمجه هاي ليفل لانجويجز ولو ليفل لانجويجز. خلينا في الهاي ليفل لانجويج. الهاي ليفل لانجويج عندك الفيجوال بيزك، هنتدرب ان شاء الله في الكورس ده على البرمجه بالفيجوال بيزك. ماشي، طيب في بعد كده لغات برمجه كتير، في مثلا السي والسي شارب. بتلاقي ايه؟ بتلاقي ان في سينتكس لهذه اللغه. لو انت ما تتبعتش هذه السينتكس هتلاقي عندك ايرور والبرنامج مش هيشتغل. طب احنا نتعب نفسنا ليه؟ احنا هنتعلم الاول السودو كود. سودو كود يعني فولس كود، يعني كود غير حقيقي، يعني هو لغه برمجه مبسطه، يعني انت بتعمل الجوريثم مش بتعمل برنامج. ماشي، بس تعرف الاساسيات، لان البرمجه بتعتمد على الاداه الشرطيه اللي هي الاف ذن الس والكيس. البرمجه بتعتمد على الحلقات التكراريه اللي هي الفور والوايل والريبيت انتل. احنا هنذاكرهم وندرسهم باذن الله في صيغه السودو كود، وبعد كده باذن الله انت تطبقها على البروجرامنج فهتلاقي الامور بقت اسهل بكتير. ان شاء الله كثير من الاسئله بتاعتنا هتبقى سودو كود او فلوت شارت، فهتلاقي الامور بسيطه. في اخر الكورس باذن الله هيبقى عندنا مثلا حوالي 5 بروجكتس هنكتبهم فيجوال بيزك كود على الكمبيوتر وننفذهم عملي، وبعد كده نتسأل فيهم باذن الله فيجوال بيزك بقى. فمعظم الكورس سودو كود وفلوت شارت، وبعد كده نبقى نشتغل الفيجوال بيزك باذن الله. خلاص، فتشابتر 2 سودو كود اللي هو كود غير حقيقي، ماشي، وبعدين فلوت شارت اللي هي خرائط التدفق. تمام، تعال بس ايه نتعرض للبروجرامينج واحده واحده ونشوف هنعمل ايه. طيب انت في البروجرامينج بتحتاج فاريبلز. فاريبلز يعني متغيرات. ما هو انت في الرياضه بيبقى عندك المعادله باكس وواي وزد وساين وكوزاين، وفي الاخر خالص بتعوض قيم يطلع لك نتيجه. طيب انت كبروجرامر هتكتب البروجرام ان ذا فورم اوف فاريبلز، هتكتب البرنامج في صيغه فاريبلز. تمام، وبعدين بتسيبه بقى للايه؟ للمستخدم. طبعا الكمبيوتر بيطلب من المستخدم انبوت الفاليو بتاعت الفاريبل معين، انبوت قيمه هنا، انبوت قيمه هنا، بتخش القيم ويروح البرنامج شغال. خلاص، فاحنا عندنا في البروجرامينج فاريبلز. تمام، الفاريبل ده نيم، مجرد اسم يعني، بس عايز اتفق معاكم على اتفاقيه باذن الله واحنا بنعمل البروجرامينج بتاعنا، يا ريت تستخدم لي فاريبل نيمز يبقى ليها دلاله. تمام، انت على فكره لو عملت البرنامج والفاريبلز بتاعته اكس وواي وزد هيشتغل، مفيش اي مشاكل، الفيجوال بيزك هيشغله ومش هيتلخبط ما دام انت ظبطته صح. انت اللي ممكن تتلخبط، فما تكتبليش البرنامج اكس وواي وزد، ما تخليش الفاريبلز اكس وواي وزد. لو الفاريبل ده في درجه طالب سميها لي مارك، ما هي مارك يعني درجه. طيب لو في اسم طالب سميه لي نيم، ما هو نيم يعني اسم. خلاص، فباذن الله هنستخدم اسامي ذات دلاله. فانا كاتب لك ايه؟ ان الفاريبل نيمز ماست بي مينينجفول، ليها معنى. ماشي، علشان يرشدك انت وانت بتبرمج الفاريبل ده انا بعمل بيه ايه، وبعدين بعد كده المصحح مثلا بيصحح لك الامتحان بتاعك، انت حبيت تعدل في البرنامج بتاعك، يعني كل متغير له معنى. ماشي، هو ده اللي قصدي، ان الفاريبل لازم ياخد اسم والاسم ده يبقى له معنى. تمام، يبقى ده الفاريبل. طب في كونستنت، ما كونستنت يعني ثابت. طب ايه الفرق ما بين الفاريبل والكونستنت؟ الفاريبل متغير يعني بيتغير، بتدي له قيمه في اول البرنامج، تدي له قيمه في نص البرنامج، القيمه دي تتغير، ما هو فاريبل يا ابني. طب امال الكونستنت؟ الكونستنت ثابت، بياخد قيمه في اول البرنامج ومش بيتغير. مثال على كده ايه؟ مثال على كده باي اللي هي 3.14، دي كونستنت، هتتغير ازاي وليه؟
فانت مثلا عاوز تشتغل بالباي عشان تجيب اريا مساحه دايره او حاجه، ففي اول الكود هتكتب ان باي اكتبها مثلا بي اي عشان تبقى مينينجفول، ماشي باي ايكوال 3.14 خلاص ده، بس تعرفها ككونستنت، هتعرفها ككونستنت لانها ثابت مش هتتغير، ملهاش معنى انها تتغير. فانت عندك في البروجرامينج في فاريبل، وعندك في البروجرامينج في كونستنت، تمام؟ طيب تعال بقى نخش للعمليات الرياضيه، تعال نخش لمعاملات رياضيه، تمام؟ في حاجه اسمها اساينمنت. ما هو انت دلوقتي لو هو كونستنت هياخد فاليو وخلاص يثبت، لو هو كونستنت هياخد فاليو ويثبت. طب لو هو فاريبل هياخد فاليو وبعدين تتغير تاني نزود عليها. طيب تعالى دلوقتي انت عارف ان البلس دي يعني اد اضافه، هنعلمكم رياضه. ادي البلس والماينس والنجمه دي يعني ملتي بلاي، تمام؟ ما هو انت مش هتكتب اكس من على الكيبورد، الاكس ده الكاركتر اكس خلاص، والسلاش دي علامه الديفايد، العلامه دهيت اللي هي شيفت 6 تمام، دي علامه الاس تمام. وبعدين وانت بقى انت عارف الرياضه، انت عارف الرياضه وانت بتعمل معاملات رياضيه هتلاقي ان في اقواس، تمام؟ الاقواس دي بتغير لك الترتيب، انت عارف الاقواس خلاص. طيب تعالى ندي شويه اوامر، تعالى ندي شويه اوامر ماشي. دلوقتي تعالى ندي شويه اوامر، كوست بيساوي 10. بص يا بهوات، انا دلوقتي بدرس لك سودو كود، انا بدرس لك سودو كود مش بدرس لك بروجرام خلاص. فدلوقتي كوست ده فاريبل وعلامه السهم دي و10، يعني الفاليو اللي هي 10 اعمل لها اساين يعني خزنها جوه الفاريبل اللي اسمه كوست، تمام؟ في البروجرامنج بالفيجوال بيزك هتكتبها ايكوال، علامه ايكوال. بس يعني ساعات الواحد بيتلخبط، لو قلت لك اكس ايكوال واي يا ترى هاخد اكس احطها في واي ولا واي احطها في اكس؟ ففي السودو كود عاملينها سهل، في السودو كود عاملينها سهل وخلاص. فواضح ان الفاليو ال10، ما هي 10 دي مش يعني انا هخزن في ال10، ال10 دي قيمه رقم تمام، وبعدين سهم هتخزنها في الفاريبل اللي اسمه كوست. يبقى دلوقتي تعالى كده نمشي ورا ده اكنه برنامج، برنامج بسيط جدا، بدايه جدا يعني مالتي بلاي وديفايد جمع وطرح وكلام بسيط قوي. طب دلوقتي بس افتكر انت معايا، افتكر انت معايا كوست خزنت فيها 10، يبقى كوست دلوقتي فيها فاليو 10. طب يا كوست يعني ايه؟ والله بس هي اللغه الانجليزيه بتسعه، كوست يعني التكلفه خلاص. ما انا هستخدمها اسم الفاريبل مينينجفول يعني له دلاله بقى باللغه الانجليزيه تمام، يبقى كوست هيبقى يعني تكلفه تمام، حلوه وفيها 10، خليك بس فاكر القيمه. طيب برايس اللي هي السعر بقى، طيب هنخزن فيها الكوست مضروب في 2. طب احنا فاكرين ان كوست ب 10 مضروب في 2 هيبقى 10، يبقى برايس دلوقتي بتساوي 10، واضح؟ تمام 20 تمام. طيب بعدها فاريبل تاني تاكس ضرايب ماشي، اللي هو برايس باخر قيمه فيها اللي هي 20 مالتيبلايد في 0.12، شوف هتطلع بكام؟ ب 2.4 خلاص. والناتج ده يبقى انت دلوقتي عندك معادله خلاص، الناحيه اللي على اليمين بتتصفى وبعدين تروح مخزنها في الناحيه اللي على الشمال، ولو انت اتلخبطت السهم هيخليها واضحه تمام. طيب يبقى دلوقتي تاكس هيبقى هو البرايس اللي احنا واقفين على 20، ما انا كاتبها لك على الجنب اهي، وبعدين ملتبلاي في 0.12 يعني تاكس هتبقى 2.4 وهنخزن في تاكس 2.4. طيب سيلينج برايس، عايز اقول لك حاجه يا ابني اسمع، سيلينج برايس دلوقتي عايز في حاجه مهمه عايز اقولها لك، الفاريبل نيم ما ينفعش يبقى جواه سبيس، الفاريبل نيم ما ينفعش يبقى جواه مسافه خلاص. فسيلينج برايس مش احنا اتفقنا ان احنا نستخدم اسامي متغيرات لها دلاله؟ سيلينج برايس بالانجليزي يعني سعر البيع. طيب ما انا هكتب الكلام ده مش هينفع، هكتب سيلينج مسافه برايس مش هينفع، هلزقهم الاثنين سيلينج برايس مش هعرف اقراها. طيب كتبت البي كابيتال، واضح؟ البي كابيتال عشان اعرف ان دي اول حرف في الكلمه الثانيه وهما الاثنين لازقين في بعض. في البروجرامنج لو انت حطيت سبيس مش هيشتغل،
هيعتبر ده فاريبل وده فاريبل، مفيش ما بينهم اوبريشن، هتخش في ايرور شوفها بقى سينتكس ايرور ولا لوجيكال ايرور، درسناها المحاضره اللي فاتت. خلاص يبقى سيلينج برايس ده اسم فاريبل ومينينفول له دلاله زي ما قلت لكم. هيتخزن في بقى ايه؟ البرايس باخر قيمه فيها اللي هي 20 بلس التاكس باخر قيمه فيها اللي هي 2.4، يبقى سيلينج برايس دلوقتي هيتخزن جواه 22.4. تمام يا بهوات؟ طيب في انواع، في انواع للفاريبلز زي ما انت عارف برضو، في انت عندك متغيرات عدديه ومتغيرات نصيه. تمام؟ وبعدين في المتغيرات العدديه في عندك انتجر اللي هي اعداد صحيحه، وفي عندك ريال اللي هي الارقام الحقيقيه. تمام؟ طيب دلوقتي السيلينج برايس ده هيبقى عدد ولا نص؟ السيلينج برايس ده هيبقى هو كمتغير بيتخزن جواه عدد. تمام؟ طب العدد ده عدد صحيح ولا فيه علامه عشريه وكسر؟ حلو قوي. يبقى انا عندي انواع للمتغيرات. انا عندي انواع للمتغيرات. خلاص؟ في متغير هيبقى مثلا نصي اللي هو تكست، او في البروجرامينج هنسميه سترينج. تمام؟ في متغير هيبقى عددي. خلاص؟ طب المتغيرات العدديه دي في منها نوعين، في منها انتجر اللي هي اعداد صحيحه، وفي منها ريال اللي هي اعداد حقيقيه اللي فيها العلامه العشريه او الكسر. تمام؟ طيب بص بقى يا ابني، جندر، جندر يعني النوع، وام ميل واف فيميل. خلاص؟ يبقى ده حرفي بنخزن فيه حرف، ما بندخلش فيه عدد. الام دي تعتبر حرف، عايز تعتبرها حرف او تعتبرها نص الفرق ما بينهم مش كبير. ما هو انا عندي كاركتر اللي هو تشار، وعندي سترينج اللي هو تكست. طيب بص بقى يا ابني، تشوزن دي بقى ترو او فولس اللي هو بنسميه بوليان. ماشي؟ ما هو انت عندك في الدوائر المنطقيه الياس والنو اللي هي الواحد والصفر، انا عندي برضو متغيرات اللي هي ترو او فولس. خلاص؟ يبقى انت عندك دلوقتي متغيرات وعندك انواع لهذه المتغيرات، وبعدين احنا مشينا ورا كود. اعتبر ده يا سيدي كود، اعتبر ده الجوريزم، الجوريزم يعني خوارزم مش برنامج، اعتبر ده كود، والكود ده مكتوب بالسودو كود. تمام؟ اهو يعني ايه؟ مقدمه والاوامر بتتنفذ، الامر الاولاني يتبعه الامر الثاني، يتبعه الثالث الرابع الخامس لغايه ما شاء الله بهذا الشكل. خلاص يا بهوات؟ طيب اهو دي كده ايه؟ اسلوب التفكير في البرمجه بهذا الشكل. طيب بس في موضوع مهم بقى الله يكرمك، في موضوع مهم. دلوقتي امتى بتكتب البرنامج وتسيبه للمستخدم يدخل انبوت، وبعدين الانبوت اللي دخل ده يتعمل له بروسيسنج وكالكوليشن تطلع ريزلتس، والريزلتس دي لازم تبقى اوتبوت تتعرض على الشاشه. خلاص؟ فاحنا عندنا اوامر انبوت واوامر برنت. تمام؟ طيب دلوقتي امر الانبوت في السودو كود هنسميه انبوت وخلاص. طب بص تعالى نشوف دلوقتي اوامر الانبوت واوامر الاوتبوت اللي هو اوامر الدخل واوامر الخارج. تمام؟ طيب دلوقتي لو انا كتبت مثلا، وكل ده سودو كود والله، هو في الفيجوال بيزك الامرين دول بس ايه بيلخبطونا شويه. ما انا درست لك المحاضره اللي فاتت ان امر الانبوت كان كونسول دوت ريد، وامر الاوتبوت كونسول دوت رايت، وفي كونسول دوت ريد وريد لاين ورايت ورايت لاين. طب اللخبطه دي كلها ايه يا عم؟ ماشيها دلوقتي سودو كود. ماشي؟ السودو كود مبسط جدا. تمام؟ طيب بس الدنيا ماشيه ازاي؟ انا كاتب انبوت نيم، الامر الانبوت ده هو امر انبوت، وخلي بالك ان هو مكتوب كله كابيتال، اي ان بي يو تي انبوت، امر كابيتال. يا ريت كل اوامر السودو كود تكتبها لي كابيتال عشان اعرف ده امر انبوت، يبقى ده امر في الايه؟ في السودو كود. وبعدين نيم، ده نيم ده بقى اسم الفاريبل اللي هيتخزن فيه الانبوت اللي هيخش من اليوزر. خلاص؟ يبقى انبوت ده امر انبوت ياخد من الكيبورد. طب واللي خدته ده هيخزنه فين؟ هيخزنه في الفاريبل اللي اسمه نيم. واضح ان الفاريبل اسمه نيم عشان هيخش فيه نيم. ما انا يعني بحاول اخلي الامور ايه؟ تبقى واضحه. طيب اللي بعدها، اللي بعدها امر انبوت ستودنت مارك، وزي ما انت شايف اسم الفاريبل ما ينفعش فيه سبيس. خلاص؟ والام انا عاملها كابيتال عشان اعرف اقرا، ما ستودنت يعني طالب ومارك يعني درجه، غالبا كده انا لسه ما شفتش البرنامج هيبقى ايه، بس غالبا كده هدخل درجه طالب 70 80 95 اهي درجه طالب في امتحان. خلاص يا بهوات؟ يبقى دي اوامر الانبوت في السودو كود.
تمام. طيب اوامر الاوتبوت، تعال شوف بس اوامر الاوتبوت. هتقول له برنت نيم، يعني النيم اللي انت دخلته ده وخزنته، تمام، بعد نوع من المعالجه. ما هو انت اكيد عملت بروسيسنج، ما انت في الاول خالص عاوز يعني تجرب البرنامج، تعمل انبوت نيم وبعدين برنت نيم. ايوه اشتغل حلو قوي، بس مش دي برمجه يعني، ده هي الاول برنامج اللي احنا بنسميها اللوورد. خلاص تقعد تجرب كده انبوت واوت، يعني مثلا على الفيجوال بيزك كونسول دوت ريد لاين وتخزنه في فاريبل، وبعدين كونسول دوت رايت لاين وتكتبه تاني، ماشي خلاص كده اهو برنامج دخل وخرج وخلاص. لكن اثناء بقى البرمجه انت مثلا النيم ده هيبقى اسم الطالب اللي جاب اعلى درجه في مجموعه من الدرجات. خلاص ما هو لازم يبقى فيه بروسيسنج في البرنامج عشان البرنامج يبقى له قيمه ويبقى له معنى. خلاص فانت هتلاقي نفسك ان انت بتعمل برنت نيم وامر برنت يا بهوات كاتبينه كله كابيتال، وبعدين مسافه نيم ده اسم الفاريبل اللي المفروض متخزن جواه فاليو علشان تبقى برنتد، تمام. طيب بس برضو ده مش اسلوب برمجه كويس، يعني ده مش اسلوب. يعني انا عايز بعد ما يعمل برنت، يعني هو بعت لي برنت احمد، برنت طارق، برنت عمر، طب ايه معناها ايه؟ يا ريت الكمبيوتر يطبع لي رساله نص كده يفسر لي الاسم اللي هيطبع ده اسم مين ولا كلام من. فتعال نشوف دلوقتي الامر اللي بعده، تعال نشوف دلوقتي الامر اللي بعده. انت عندك برنت ما بين علامات تنصيص اللي هي علامات النص او سبيتش كوتيشن، يور نيم از. طيب دي جمله هتطلع على الشاشه زي ما هي مكتوب كده، يور نيم از يعني اسمك هو. خلاص وبعدين كوما نيم، هتروح منزل الفاليو اللي متخزنه في الفاريبل اللي اسمه نيم. يبقى كده هيعمل برنت الحاجتين اللي هو يور نيم از كعباره، واكتب اللي ما بين التنصيص، اكتب اللي تكتبه، اللي هتكتبه هو اللي هيظهر على الشاشه. يبقى يور نيم از دي عباره هتطلع كده على الشاشه، وبعدين كوما نيم اخر فاليو اتحطت في الفاريبل اللي اسمه نيم هتعرض على الشاشه. خلاص يبقى بدا البرنامج يبقى له معنى كده. ما هو انت برضو مش هتكتب برنامج ده اهم حاجه واجهه المستخدم. خلاص علشان بس يبقى البرنامج سهل الاستخدام، يبقى له سوق والكلام من ده ينافس. طيب بدا الامر برنت، لو كتبت اوتبوت شغال، هي اوتبوت ولا برنت مش فارقه، اصل ده ايه؟ سودو كود. فانت دلوقتي اوامر الخارج عايز تكتبها لي برنت، عايز تكتبها لي اوتبوت، مش فارقه. خلاص المهم المنطق اللوجيك. ما احنا دلوقتي هنقعد نشوف بقى برامج مكتوبه بالفلوت شارت والكلام من ده، اهم حاجه اللوجيك، لا يكون حاطط فيها لوجيكال ايرور او حاجه، ده اللي هنبدا نفكر فيه. بس برنت واوتبوت هما بالنسبه لي الاثنين حاجه واحده كسودو كود. بس هو كاتب لك ايه؟ اوتبوت نيم 1 كوما نيم 2 كوما نيم 3، دول ثلاثه فاريبلز مختلفين. خلاص دول ثلاثه فاريبلز مختلفين، ماشي، نيم 1 كوما نيم 2 كوما نيم 3، يبقى اخر قيمه متخزنه في نيم 1، وبعدين اخر قيمه. ما احنا ليه بقول اخر قيمه؟ عشان لو دخلت قيمه وبعدها قيمه ثانيه القديمه هتتمسح، ماشي. طيب يبقى ادي دلوقتي ادي اوامر الدخل واوامر الخارج اللي هو انبوت واللي هو برنت بالسودو كود، والدنيا بسيطه زي الفل. اثناء البرمجه ممكن تلاقي نفسك ان انت ايه بتجمع مجموعه من الارقام. يعني مثلا انا عندي فاتوره، الراجل اشترى الايتم الاولاني، اشترى الحاجه الاولانيه نضيفها على التوتال، وبعدين اشترى حاجه كمان نرميها على التوتال، واشترى حاجه ثالثه ورابعه وخامسه، عمال يشتري واحنا عمالين نرمي على التوتال. بس بشرط في الاول خالص تبدا بفاريبل اسمه توتال بيساوي صفر، تمام. تعال نشوف الامرين دولت معناهم ايه. هما الامرين بالنسبه لي نفس الشيء. كاتب رانينج توتال يعني الايه؟ الاجمالي الحالي، رانينج توتال. خلاص وعلامه سهل، رانينج توتال برضو بلس فاليو. الكلام ده ايه؟ الكلام ده كده رياضيا ما ينفعش. ما هو انت هتخصم رانينج توتال، علامه السهم دي اكنها ايكوال، هتخصم رانينج توتال مع رانينج توتال يبقى صفر بيساوي فاليو، رياضيا الكلام ده ما ينفعش، تمام. بص يا ابني، رانينج توتال الجديده بتساوي رانينج توتال القديمه تضيف عليها الفاليو اللي جت. تعال نقولها بطريقه تاني، توتال الجديده هي توتال القديمه بلس برايس. واضح يا ابني الجزء اللي تحتاني ده؟
ماشي. انا عندي هيبان كل الحاجات دي بامثله ان شاء الله، هنبان دلوقتي لو قدرنا في المحاضره دي والوقت كفى، هنقعد نعمل حسابات واوريك المتغير ازاي اللي بياخد قيمه والقيمه بتتغير تاني. بس خلاصه الكلام خدها كده كاساسيه من الاساسيات. لو انت عندك مجموعه من الاعداد، اصلا انا عندي برايس، هيبقى الاول يخش فيه البرايس بتاع العنصر الاولاني، وبعدها يخش برايس بتاع العنصر الثاني والثالث والرابع. فانا في كل مره بيجي لي برايس برميه على التوتال القديم. واضح قدامكم؟ توتال هتبقى هي توتال بلس برايس. طب ايه الفرق ما بين توتال دي وتوتال دي؟ اني فيهم القديمه؟ دي القديمه، توتال القديمه نضيف عليها البرايس اللي جه يبقى هي توتال الجديد. طب اول توتال هبدا بيها خالص يبقى كام؟ صفر. لازم تبدا بحصاله فاضيه زي ما يكون عندك حصاله. توتال دي كده حصاله، المبلغ الاولاني ضفته على اللي موجود، بس بادئ في الاول بصفر عشان في الاخر خالص تفتح الحصاله القيمه اللي موجوده جواها هو اجمالي كل الاعداد اللي عدت. خلاص. يبقى انت عندك دلوقتي توتال الجديده هتبقى هي توتال القديمه زائد البرايس. يخش لك برايس يترمي على توتال، يخش لك برايس يترمي على توتال، وان سو اون اند سو اون. في الاخر خالص في اخر البرنامج هتقول له برنت توتال، هيبقى ده التوتال الاخراني اللي اتجمع جواه كل البرايسز، والبرنامج يبقى صح ان شاء الله. ماشي يا بهوات؟ طيب يبقى انا اثناء البرمجه بلاقي نفسي ان انا بعمل توتال، بسميه توتالينج. توتالينج يعني ايه؟ ايجاد المجموع. ساعات اثناء البرمجه بحب اعمل كاونتنج. كاونتنج يعني عد. انا دلوقتي انت في السوبر ماركت ممكن تاخد فاتوره، الفاتوره مكتوب فيها اجمالي السعر 150 جنيه ماشي، وبعدين مكتوب جنبها عدد الايتمز، عدد العناصر اللي انت اشتريتها 15 عنصر. يبقى انا دلوقتي بعمل حاجتين، انا بجمع البرايسز، البرايس ده بلس البرايس ده بلس البرايس ده، وكمان كل ما عنصر بيتباع بعد عده. يعني بقول هنا بقى ايه؟ كاونتر ايكوال كاونتر بلس 1. ماشي؟ كاونتر كاونت او كاونتر، هما الاثنين جايين من كلمه كاونت اللي هي بالعربي عدات. ماشي؟ ما هو الفاريبلز هديها اسامي واضحه بس بالانجليزي. ما هو دلوقتي واضح قدامكم ان كاونت هي يعني عد، عد كاونت يعني عد، وكاونتر يعني عداد. تستخدم لي الاسم ده او الاسم ده زي الفل، ما هما الاثنين بيشيروا للي بيحصل. فانا كاتب لك ايه؟ كاونت الجديده هتبقى هي كاونت القديمه نزود عليها واحد. ليه؟ عشان انا عاوز اعده، كل ما يخش لي طالب اعد واحد، كل ما يخش لي طالب اعد واحد. بس برضه بشرط قبل المحاضره خالص لازم ابدا بكاونت بيساوي صفر، وفي الاخر خالص اقول برنت كاونت، او ممكن قبلها عباره برنت كاونت اعرف عدد ايه الايتمز او عدد الطلبه او العدد اللي انا عايز اعده. يبقى احنا دلوقتي في اساسيات البرمجه، الكلام اللي احنا بنشرحه ده هو نفسه في الفيجوال بيزك، هو نفسه في البايثون، هو نفسه في السي. عاوز تتعلم اي لغه برمجه الاساس ده موجود، يعني ده الحجر الاساس الارضيه تمام، مفيش ابسط من كده. خلاص. يبقى انت عندك كاونتر ايكوال كاونتر بلس 1. طيب ساعات بيبقى بالماينس. الله، ليه بالماينس؟ انا بنقص ساعات، يعني بحب اخليها بالماينس، يعني عاوز انقص. ليه؟ ما هو انا ممكن لو عندي سوبر ماركت وعندي مثلا علب مثلا مناديل محطوطه على الرف، وجي كاستمر اشترى علبه، فهقول ايه؟ نمبر ان ستوك، العدد اللي موجود لسه في المخزن، بيساوي العدد الاول القديم ماينس 1 لان جه كاستمر، جه عميل اشترى علبه. فساعات الكاونت يبقى بالماينس يبقى انا بنقص، ساعات الكاونت يبقى بالبوزيتيف يعني انا بزود، حسب بقى البرنامج بتاعك وحسب اللوجيك بتاعك. واضح يا بهوات؟ طيب تعالى بقى دلوقتي نتعرض للفلوت شارت. ماشي؟ احنا الاول لو بنيجي نعمل برنامج يا ريت الاول تعمل له ديزاين، وبعد ما تعمل له ديزاين تقعد تفكر فيه كده علشان المنطق واللوجيك بتاعه يكون مشغول شغال صح، يكون مكتوب صح، وبعد كده بقى تكتبه ايه؟ فيجوال بيزك كود. طبعا لو تاسك صغيره اكتب كود وخلص، بس احنا بنقول الطريقه العلميه اللي هي ازاي تفكر علشان انشاء برنامج كبير. احنا عاوزين ننشئ برنامج كبير. خلاص. طيب يبقى انا عندي دلوقتي في سيمبلز، يعني مثلا الفلوت شارت، تعال ناخد فلوت شارت نشرح عليها نموذج وخلاص، وبعدين ارجع اقول لك
بص يا الفلوت شارت دهيت ليها بدايه وليها نهايه. طيب ما هو البدايه يعني ستارت والنهايه يعني اند، تمام؟ حلو قوي، خليك بس معايا. لازم الستارت والاند يتكتب في الشكل البيضاوي ده. يبقى دلوقتي وانت بترسم لي فلوت شارت، او لو انا راسم لك فلوت شارت وبقول لك حلها لي، لازم الفلوت شارت يبقى لها ستارت ويبقى لها اند. على فكره في الكود مش لازم له ستارت ولا اند. ليه؟ لانه معروف ان هو ستارت فوق خالص واند تحت خالص. خلاص؟ يبقى انا دلوقتي في الفلوت شارت لازم ستارت ولازم اند ويتكتبوا في شكل بيضاوي. دي اشكال قياسيه انا عاوز ادرسها لك. طيب دلوقتي اي بقى خطوه معالجه بيانات يعني بروسيسنج تكتبها لي جوه ريكتانجل يعني مستطيل. يبقى الريكتانجل ده رايدرز هنحط فيها زيرو. ايه رايدرز ده؟ فاريبل يا بهوات. هنحط فيها زيرو، ايوه ما غالبا يمكن يعد. رايدر يعني كم واحد هيركب اللعبه؟ هنشوفها دلوقتي، برنامج بسيط جدا بيعد كم واحد هيركب لعبه وكم واحد اترفض ان هو يركب اللعبه دي. يمكن الارتفاع بتاعه طفل صغير جدا ما ينفعش يركب اللعبه. يبقى انا عندي دلوقتي فاريبل اسمه رايدرز هنحط فيها زيرو، وفاريبل اسمه ريجكت، ريجكت يعني مرفوض، هنحط فيها زيرو. وبرضه بالارو زي ما انا درست لك من شويه اللي هي بنسميها اسايند. طيب ممرسومه جوه ريكتانجل ليه؟ علشان دي معالجه بيانات. اي نعم دي بنحط فيها قيم اوليه للمتغيرات بس مشيها معالجه بيانات. خلاص يا بهوات؟ يبقى دلوقتي الاشكال اللي عندي الستارت والاند واضح شكلهم عامل ازاي؟ وواضح بيدل او يشير الى ايه؟ تمام؟ طيب اي ريكتانجل يعني معالجه بيانات هنا كاتب لك ايه؟ هنحط فيها صفر، ماشي؟ فاريبل ايه؟ هنحط فيها صفر، بس الفاريبل ايه ده مش واضح. مش احنا قلنا اي فاريبل لازم اسمه يبقى واضح؟ لا، ما هو ممكن الممتحن يجيب لك المساله واسامي الفاريبلز مش واضحه عشان تقعد تفكر بس انت شويه. خلاص؟ لان انا لو جبت لك في الامتحان الفاريبل ده اسمه ماكس يعني جايه من ماكسيمم، هتدور على اكبر رقم وتخزنه لي فيه وخلص. فانا ممكن اكتب لك الفاريبلز ما تبقاش واضحه. خلاص؟ ما احنا متفقين. فدلوقتي الاي والبي دولت فاريبل. الاي هنحط فيها زيرو، البي هنحط فيها زيرو، السي هنحط فيها 1. ماشي. طب فين البرنامج؟ مفيش برنامج. ده انا بعرفك يعني ايه بروسيس. بروسيس يعني معالجه، بروسيس يعني معالجه، وزي ما انت شايف انها بتبقى في ريكتانجل. طيب اوامر الانبوت واوامر الاوتبوت لازم تبقى في باراليلوجرام بهذا الشكل اللي هو متوازي للاضلاع. خلاص يا اخوانا؟ لازم تبقى في هذا الشكل. اسمه ايه؟ متوازي المستطيلات. ما هو اسمه باراليلوجرام وخلاص. الشكل ده يا ابني انا مش هسالك في اسمه ايه؟ الشكل ده اللي هو ايه؟ انبوت واوتبوت. تمام، شبه منحرف. يبقى انبوت هو الشكل ده وخلاص، انا مش هسمعه لك. ارسمه وخلاص. خلاص؟ يبقى نرجع للفلوت شارت اللي احنا عاوزين هنا. هنا دلوقتي بس لو سمحت. دلوقتي يا ابني انبوت هايت. يبقى ده امر انبوت هيستنى اليوزر لما يدخل فاليو. الفاليو دي هتتخزن في الفاريبل اسمه هايت. طب الارقام هنجيبها منين؟ لو في مساله هديك الارقام ونمشي ورا البرنامج كده نشوف هيعمل ايه. اهي الارقام اهي. اول مره هيدخل هايت 1.4، تاني مره هيدخل هايت 1.3، اللي بعدها 1.1، ونشوف هيحصل ايه. ده برنامج معمول فلوت شارت، نشوف هيحصل ايه. خلاص يا ابني؟ فهمت الشكل ده بتاع انبوت وبتاع اوتبوت كمان. انا تحت خالص كاتب لك اوتبوت ريدي تو جو يعني جاهز للبدء، وبعدين كوما ريجكت هينزل لي اخر فاليو اتحطت في الفاريبل اللي اسمه ريجكت. طب الفاليو بكام؟ واحده واحده هنحسبها دلوقتي. المهم عرفت اشكال الفلوت شارت، عرفت الشكل البيضاوي ده بتاع الستارت وده بتاع الاند،
والباراليلوجرام اللي هو الشكل ده سواء كان انبوت وسواء كان اوت. طب ايه الشكل المعين ده بقى؟ الشكل المعين بيبقى جواه سؤال. ما احنا عندنا في البروجرامينج في اداه الشرط اف. في البروجرامينج عندك اف. الاف دي حاجه من الاثنين، انت عندك شرط حاجه من الاثنين، يا يس يا نو. خلاص؟ فانت دلوقتي، وبعدين خلي بالك في اسهم. يعني هو بادئ من ستارت وبعدين سهم نازل. بعد ستارت هيخش على رايدر بزيرو وريجكت بزيرو، وبعدين سهم نازل. وبعدين سهم جاي من الناحيه دي وسهم جاي من الناحيه دي، مش هنتلخبط ان شاء الله. هنشوف بس الاسهم هتمشي ازاي. يبقى انت لازم تتتبع الفلوت شارت بالاسهم. خلاص؟ طيب، يبقى انبوت هايت وعرفنا ليه ان هو بالشكل ده. وبعدين علامه المعين ده بيبقى جواها سؤال. السؤال از هايت اللي هو دخل اقل من 1.2 في البيانات اللي انا مدخلها لك هيبقى في شويه ارقام. ما هي ال 1.4 دي هتبقى نو مش اقل. خلي بالك الاقل هو اللي وحش. الاقل هيخش على ريجكت. انا عندي لعبه في ملاهي. الطفل اللي طوله اقل من 1.2 من 10 متر يعني 120 سنتي، اقل من 120 سنتي هيترفض. طب بقول لك ايه؟ ال 120 هيتقبل ولا يترفض؟ ماشي، ما هو اللي اقل هيترفض. يبقى يساوي او اكتر هيخش على اليس. واضح على فكره البرنامج بدا يتضح له معالم. دلوقتي يا ابني احنا هندخل الهايت وبعدين نخش على سؤال. الهايت اللي دخل، طب الهايت هجيبه منين؟ اهو قدامك اهو. اهو الهايت قدامك اهو. الهايت الاولاني 1.4 1.3 1.1. ال 1.4 هيخش على نو مش اقل. اصل الياس بيخش على ريجكت. تعال بص معايا. خلينا الاول دلوقتي في ال 1.4. انبوت هايت دخلت كام؟ 1.4. يبقى الفاريبل اللي اسمه هايت دلوقتي متخزن جواه كام؟ 1.4. دلوقتي خش على السؤال. از هي اف. السؤال هايت اللي هي بكام؟ 1.4. سمولر ذان يعني اصغر من 1.2. يس ولا نو؟ نو. خلاص زود على رايدر بواحد. لقينا زبون هيركب معانا اللعبه. خلاص؟ طيب حلو قوي. اللفه اللي بعدها هشرح لك انا بقيه البرنامج دلوقتي ونتعلم منه. برنامج بسيط. لو انت بقى عاوز تروح تكتبه بالفيجوال بيزك يبقى فايده بالنسبه لك. خلاص؟ طيب يبقى دلوقتي اللفه اللي بعدها يا ابني. اللفه اللي بعدها هيخش الهايت 1.3. هيمشي على انهي سكه؟ على النو برضه. يعني هيتحسب تبع الرايدرز؟ رايدرز يعني اللي هيركبه. ايوه، ما هو مش هيترفض. ماشي، مش هيترفض. خلاص؟ يبقى ال 1.3 ده كمان بالنسبه لي زبون. حلوه قوي. طب اللفه اللي بعدها 1.1 ده بقى يس. وياس هيحصل فيها ايه؟ ريجكت. يبقى هعد على ريجكت بواحد. طب بس انا بصراحه دلوقتي انا نسيت رايدر واقفه على كام وريجكت واقفه على كام. نسيت. هو انا ميموري؟ هو انا كمبيوتر؟ انا دلوقتي بحاول احل برنامج بورقه وقلم. يا اخوانا البرنامج المفروض ران يعني يتنفذ على الكمبيوتر. انا بني ادم بعمل ران للبرنامج بالورقه والقلم. ايوه دي علينا نذاكرها. دي اسمها دراي ران. ما اعرفلهاش معنى بالعربي. ماشي، دي اسمها دراي ران. خلاص. طيب وبعدين انا كانسان بقى نسيت اخر قيمه للفاريبل بكام. بنعمل لها حاجة اسمها تريس تيبل. ده اسمه تريس تيبل. معرفلوش معنى بالعربي. معرفلوش. هتحرجني ليه يا اخي؟ معرفش، مش عاوز. خلاص؟ يبقى دلوقتي دلوقتي التيبل ده اسمه تريس تيبل. خلاص؟ طيب، تعالى بس الأول، يبقى أنا دلوقتي بشرح لك حاجتين في بعض. بشرح لك الأساسيات بتاعت الفلوت شارت. ماشي، عرفنا ان الرمز ده بتاع اوامر دخل او خرج. ديسيجن يعني قرار. لازم البرنامج بتاعك يتخذ قرار. ايه القرار اللي عندي دلوقتي؟ ريجكت ولا اكسبت؟ الشرط بتاعي اقل من 1.2 والكمبيوتر يقرر.
ما احنا في نتيجة الطلبة بنعمل ايه؟ الدرجات بتتحسب وبيخش جوه اف، جواها اف، جواها اف، عشان اعلى مثلا من 85 يبقى امتياز. طب لو ما كانش، لو اعلى من 75 يبقى جيد جدا. المهم اف جوه اف، وهو اللي يطلع لي القرارات بتاعته. ما انا بكتب الكود وهو يتصرف. يبقى انا دلوقتي معايا الاف دي مؤسسية جدا. ده هو ده اساس البرمجة اللي هو الاف. خلاص؟ طيب. يبقى اساسيات الفلو شارت، ادي عندك ديسيجن يعني قرار، حاطط لك هنا اكس اكبر من بي. انا في الرموز دي لسه مش محدد يعني ايه اكس ومش محدد يعني ايه بي، بس يعني بنعرف. وبعدين الاسهم، خلاص، وبعد كده الاسهم عشان تعرف رايح فين وجاي منين. خلاص يا ابني؟ طيب دلوقتي الموضوع بقى بعديه اللي احنا فتحنا فيه خلاص، اللي هو اسمه تريس تيب. تمام، تريس تيب. التريس تيبل ده عليه اسئله قد كده. ده انت دلوقتي ممكن بقى تقعد ايه تحل فلوت شارتس كتيره جدا في المذكره، وانا مرتبهم لك بترتيب الصعوبه. يعني بادئين البرنامج ده بسيط جدا. تعال نشوف ده بيعد هنا وبيعد هنا. تمام؟ تعال بس ندرس برنامجين النهارده بالفلوت شارت. ماشي؟ لو استوعبناهم يبقى كده تمام قوي. وعلى قد ما هتبقى ساكت وهادي هشرح لك كويس. خلاص يا ابني؟ طيب. تعالى بقى اشرح لك برضو مبدا جديد في مبادئ البرمجه. في يا ابني مجموعه اوامر بتقعد تتكرر تتكرر، ممكن اقول الامر ده يتكرر 10، يتكرر 10 مرات. بس موضوع التكرار ده اساسي جدا في البرمجه. موضوع التكرار وارد واساسي جدا في البرمجه. بنسميه لوب، يعني حلقه تكراريه، اتريشن او ريبيتيشن، كلهم بمعنى تكرار. تعال اوريك في البرنامج ده فين التكرار بتاعي. بصي، اللعبه دي فيها 8 اماكن. اللعبه دي فيها 8 اماكن. خلاص، ببدا الاول برايدرز بيساوي صفر، يعني عدد اللعيبه او الاطفال اللي هيركبوا اللعبه دي بيساوي صفر. طيب دخل لي اول واحد ابو 1.4 ده اتقبل، يبقى عدد الرايدرز دلوقتي اديني حاطط لك اهو رايدرز هيساوي رايدرز زائد واحد. رايدرز الاولانيه، رايدرز الاولانيه كانت بصفر، اهو كله في الجدول يا بهوات. تعال نعمل الجدول. يبقى انت دلوقتي هنا رايدرز بيساوي صفر، كتبتها انا في الجدول تحت رايدرز تحتها صفر. وبعدين ريجكت بصفر، يبقى في الاول خالص ريجكت بيساوي صفر. ماشي؟ طيب انبوت هايت هتاخد لي اول واحده من البيانات اللي هي 1.4. تمام؟ وبعدين بقول از الهايت اللي هو 1.4 اقل من 1.2، يس ولا نو؟ في الحاله بتاعتنا دي نو، يبقى هيخش على رايدر بيساوي رايدرز بلس 1. الصفر دي يا ابني زودها لي الواحد وساب لي ريجكت بصفر زي ما هو. طيب ما هو مكتوبه فاضيه تحتها فاضيه، ماشي، ما هو فاضيه يعني ما اتغيرتش، يعني احنا لسه على قديمه، يبقى سيبها بصفر. خلاص؟ طيب تعالى بقى دلوقتي التحتانيه دي، بيقول لك رايدرز بيساوي 8. بقول لك ايه، انا لو جمعت 8 لعيبه خلاص مش عايز انبوت تاني، مع اللعبه فيها 8 اماكن. طب انا دلوقتي رايدر بيساوي كام؟ واحد. طيب رايدر بيساوي صفر، يس ولا نو؟ نو. دلوقتي رايدرز بكام؟ بواحد. طب السؤال، الواحد بتساوي صفر، يس ولا نو؟ نو. لف واطلع تاني. مش هي نو؟ ما هي لسه ما وصلتش. لف واطلع تاني عشان تاخد انبوت جديد. الانبوت اللي بعدها اللي هي 1.3. طيب ما هو الجدول اهو قدامك، ال 1.3 هتعمل ايه؟ ال 1.3 هتعمل ايه؟ هتزود على رايدرز كمان واحد، يبقى اصبحوا اثنين، ولسه الريجكت بصفر. طيب بس واحده واحده معايا. دلوقتي رايدرز بكام؟ باثنين. السؤال، رايدرز اللي هي باثنين بتساوي 8، يس ولا نو؟ لف واطلع تاني.
يبقى هواد دي اسمها حلقة تكرارية. انا دلوقتي دخلت جوه لوب، هي البرمجة كده، انا دخلت جوه لوب. هخرج منها امتى؟ ما انا لازم اسيطر. هخرج منها امتى؟ لما رايدرز يساوي 8. ده معناها ايه؟ ان انا جمعت 8 لعيبة. طيب كملوا انت بقى. ماشي، يعني دلوقتي ال 1.1، بص لي بس الله يخليك، ال 1.1 هيزود واحد على الريجكت وهيسيب الرايدر زي ما هو، وال 1.3 هيترك، 1.0 هيزود على الريجكت لغايه ال 30. ال 1.3 بص يا ابني، لغايه ال 1.3 ساعتها رايدر بيساوي 8 يس، هيروح بقى محود يمين اللي هي اوتبوت، يعني يطبع على الشاشه ما بين علامات تنصيص ريدي تو جو، يعني جاهز لبدء اللعبه، وبعدين كوما ريجكت اخر فاليو في الفاريبل اللي اسمه ريجكت اللي هي طلعت بكام، اخرنا بكام؟ باتنين. طب بس في مشكله، الانبوتس دي محدش استقبلها، ملهاش لازمه. ما هو البرنامج اكتمل، ما انا ممكن احط لك انبوت وملهاش لازمه. ماشي، بس انت لو عملت لي بعد كده يا بهوات في اسئله كثيره. فلوت شارت، ادي الفلوت شارت وادي التريس تيبل واملى يا باشمهندس. تعال نقول مثال كمان. ماشي، تعال نقول مثال كمان. ذا فلوت شارت بيلو باذن الله. باذن الله في الامتحان الفلوت شارت هتبقى منوره كده. ماشي، اللي شاطر مذاكر بروجرامينج هيفهم، اللي مش فاهم بروجرامينج دي ملهاش علاقه بالانجليزي. تمام، طيب حاضر. الشرح بتاع المساله اكتبه لك عربي، يعني الشرح ده اكتبه لك عربي. تعال بس نشوف الفلوت شارت دي بتعمل ايه. تعال نشوف الفلوت شارت دي. ذا فلوت شارت بيلو، ذا فلوت شارت بيلو input weight. ما اسمعني، ما انت لازم تتالف مع اللغه الانجليزيه. input weight هتلاقي الكلام ده لو انت قريته وفهمته هتلاقي الدنيا بقت واضحه. تعالى ترجمهولي. ذا فلوت شارت بيلو input weight، weight يعني وزن، number of parcels، parcel يعني شحنه، صندوق بريدي. ماشي، بارسل ويت مور ذان 25 كيلو جرامز ار ريجكتد، الطرد، الطرد اللي اكتر من 25 كيلو بيترفض. تمام، فاليو اوف نيجاتيف 1، يا لهوي هو في وزن بسالب واحد؟ ده هيطير في الفضاء ده ولا ايه؟ لا يا بهوات، السالب واحد دي هي اللي هتوقف لي اللوب. السالب واحد هي اللي هتوقف لي اللوب، مفيش وزن بسالب واحد. يبقى بص هتشوف البيانات عامله ازاي. اهو ادي 1.8. طيب ما ده هيتقبل، فاهمين؟ 2.6، طب ما ده هيترفض. 7، تمام هيتقبل. وبعدين النيجاتيف 1 دي هي هتوقف البرنامج. ليه؟ لان انا بقول لك هنا از ويت اللي هو الوزن بيساوي نيجاتيف 1، دي مش هتحصل، مفيش وزن بالنيجاتيف 1. امال تحصل امتى؟ لما المستخدم يدخل نيجاتيف 1 اللي هي سالب واحد عشان يوقف البرنامج. في اوزان بالسالب يا جدعان؟ طيب يبقى دي الرقم ده يعتبر اشاره، بنسميه روك فاليو، قيمه شاذه انا اقصدها. ما هو انت ما تخليليش اللي يوقف لك البرنامج خمسه، ما في اوزان بخمسه. انا مخلي الوزن بنيجاتيف 1، نيجاتيف 1 اللي هو سالب واحد. ليه؟ لان از ويت اللي هو بسالب واحد بيساوي سالب واحد يس، يعني خلاص كده الداتا بيانات خلصت، هيخش على اوت. بس الجديد ده بقى في البرنامج حاجه، بادئ الاول انت بتوتال بيساوي صفر. البرنامج ده يا ابني كاتب لك هنا توتال بيساوي توتال بلس ويت، يعني الوزن الاولاني الاول التوتال، توتال ده اجمالي الاوزان، الوزن الاولاني كان بصفر،
ماشي. ال 1.8 انضافت على الصفر، ال 2.6 دي ريجكتد فطرت مني، ال 7 اضافت على اللي كان في توتال، توتال كان فيه كام؟ 1.8 بلس 7 بقى كام؟ 8.8. طيب ال 11 دي اكسبت ولا ريجكت؟ اكسبت، يعني هيحصل فيها ايه؟ تنضاف. البرنامج ده بيعمل حاجه، بيجيب لي اجمالي وزن الشحنه بالكامل. يبقى انا عندي فاريبل اسمه توتال، ماشي، بادئ الاول بصفر، وكل ما يجي لي طرد مقبول، ماشي، الطرد المقبول ده اللي هو ايه؟ اللي هو بص الشرط هنا برضو عشان ابقى شارح لك كل حاجه، از ويت، خلاص، از ويت اكبر من 25 ده يبقى ايه؟ ريجكت. ما هو فاهمين يا بهوات؟ فاهم شكل المعين ده ان هو ده اداه شرط؟ از ويت، تمام، اكبر من 25 هيخش على ريجكت، يكون ريجكت بلس 1، يبقى انا بزود على الريجكت 1، تمام. طيب يبقى لو اترفض هزود على الريجكت 1، طب لو اتقبل هعمل ايه؟ هزود على التوتال، مش واحد، وزنه ذات نفسه، فاهمين؟ يبقى الوزن في الوزن في الاول، بس اسمعني يا ابني عشان اقفل لك شغل، الوزن في الاول خالص كان صفر، والريجكت في الاول خالص كان صفر، دخل لي ال 1.8 زودت على التوتال بوزنه ذات نفسه، بيخش بوزنه كده، ماشي. ال 2.6 زودت على الريجكت بواحد، ال 7 انضافت على ال 1.8 بقت 8.8، ماشي. ال 1.3 انضافت بقت 20.0، ال 10 اتضافت، ال 2.5 اتضافت، ال 25.2 دي عملت ايه؟ زودت على ريجكت بواحد، اخر ريجكت فوق خالص كانت بواحد اصبحت باتنين، ال 5 انضافت، ال 18 انضافت، ال 29 ريجكت، طب النيجاتيف 1 عملت ايه؟ ترمينيت، تمام؟ طيب يبقى النيجاتيف 1 ترمينيت. بص يا ابني لما يخش لي ويت بنيجاتيف 1 كل ما هو بيجاوب على نو بيخش، لما يخش بنيجاتيف 1 هيحود يمين، يمين فيها ايه؟ اوتبوت ايه؟ اقرا لي بس اوتبوت ايه؟ توتال كوما ريجكت، دول اتنين فاريبلز، الفاريبل اللي اسمه توتال باخر قيمه فيه، والفاريبل اللي اسمه ريجكت باخر قيمه فيه. طب ما انت كاتب في الجدول لما النيجاتيف 1، اسالك سؤال، اخر قيمه في توتال كام؟ 57.4 اهي طلع، وبعدين اخر قيمه في ريجكت بكام؟ طب ما هو كده تمام قوي.